الاحتلال الصهيوني المجرم الحاقد العنصري يصوب رصاصه إلى هذا الصحفي الشهيد ياسر مرتجى. هذا الشهيد ياسر مرتجى الذي يجاهد بكلمته ويجاهد بصورته بطريقة يراها العالم كل العالم، ومع ذلك يطلق عليه الرصاص. الصحفيون الذين يدافعون عن هذه القضية، عن أشرف قضية في العالم هي القضية الفلسطينية، يطلق الرصاص عليه ليكون شهيدا إن شاء الله، شهيد لهذا الوطن، شهيد لمسيرة حق العودة هذه التي ستستمر إن شاء الله تعالى رغم أنف الاحتلال. ومع ذلك فإن شعبنا سيستمر في هذه المسيرات، ونقول العدو الصهيوني المجرم ولقادة الاحتلال سيأتي اليوم إن شاء الله وليس بعيدا أن يقدمكم الشعب الفلسطيني، يقدمكم الشعب الفلسطيني للمحاكمات الجنائية الدولية على اقترافكم لهذه الجرائم. هذا الصحفي البطل الذي قدم روحه رخيصة في سبيل الوطن وفي سبيل الدين وفي سبيل حق العودة. هؤلاء الصحفيون ليس ياسر فحسب، بل هناك أيضا خليل أبو عابر وصابر نور الدين وعز أبو شنب وإبراهيم الزعنون وأدهم الحجار وغيرهم من الصحفيين الذين يقومون بواجبهم حق القيام. وأنا أذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لحسان الشاعر حسان، قال اهجوهم للكفار وروح القدس معه. أيها الصحفيون سيروا على درب ياسر، لأن الله معكم إن شاء الله لنصرة هذه القضية الفلسطينية. إننا نقول اليوم باسم شعبنا أننا سنظل الأوفياء لدم الشهداء جميعا، وخاصة لدم ياسر هذا الرجل، هذا الشاب المعطاء الذي قدم روحه في سبيل الله. لنقول للعالم نحن ماضون إن شاء الله، ماضون بإذن الله رغم المغادرة ورغم الحصار ورغم التصريحات المزيفة والكاذبة التي تعطي بأن اليهود لهم الحق في أرضنا. هذا التطبيع، هذا الإجرام من قبل بعض القادة العرب الذين يتواطؤون مع الاحتلال، نقول لهم إننا إن شاء الله، إن غزة، إن الشعب الفلسطيني يدافع عن قضيته ويدافع عن حق العودة، وسيظل كذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. المسيرات مستمرة حتى تحقيق النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. هنيئا للشهداء وهنيئا لشعبنا الفلسطيني الذي توحد بكل فئاته وأطيافه ومؤسساته. نعم، يتوحد اليوم على قلب رجل واحد بعلم واحد وبصوت واحد أمام العالم. مسيرات سلمية تعلن أن حق العودة للشعب الفلسطيني هو حق مقدس، حق العودة إلى يافا، إلى حيفا.
إلى اللد إلى الرمدة. نعم أيها الإخوة الكرام، نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل الشهداء جميعا وأن يتقبل شهيدنا ياسر في عليين. اللهم اغسله بالثلج والماء والبرد ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.